الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل تفسير القرآن والكلام على لغته والنظر في إعرابه ودقائق معانيه. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي علم القرآن أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عربيته فالتمسوها في الشعر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أعرب القرآن والتمس غرائبه فإن الله يحب أن يعرب. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع. وقال أبو العالية في تفسير قوله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الحكمة الفهم في القرآن. وقال قتادة: الحكمة القرآن والفقه فيه. وقال غيره: الحكمة تفسير القرآن. وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنه فوصفه بالعلم، وقال له رجل: جعلت فداك، تصف جابرا بالعلم وأنت أنت. قال: إنه كان يعرف تفسير قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقال الشعبي: رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية، فقيل له: إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز ورحل إليه حتى علم تفسيرها. وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الذي يقرأ ولا يفسر كالأعرابي الذي يهذ الشعر. وقال مجاهد رحمه الله: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم في من أنزلت وما يعني بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. وقال الحسن: أهلكتهم العجمة، يقرأ أحدهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يفتري على الله فيها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبدأ في مجلسه بالقرآن، ثم بالتفسير، ثم بالحديث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما من شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن رأي الرجل يعجز عنه. قال رحمه الله: باب ما قيل في الكلام في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد، علمه إياهن جبريل. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ومعنى هذا الحديث في مغيبات القرآن وتفسير مجمله ونحوهما مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى، ومن جملة مغيباته ما لم يعلم الله به كوقت قيام الساعة ونحوه. ومنها ما يستقرأ من ألفاظه كعدد النفخات في الصور وكرتبة خلق السماوات والأرض. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وقال القاضي أبو محمد رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلوم كالنحو والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحاة نحوه،
والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن القائل في هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه. وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم. وكان جلة من السلف كثير عددهم يفسرونه وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم، وما صدر المفسرين والمؤيد فيهم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتلوه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو تجرد للأمر، وكلمه وتتبعه وكمله وتتبعه وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما، والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ويحض على الأخذ عنه. وكان عبد الله بن مسعود يقول: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وهو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وحسبك بهذه الدعوة. وقال عنه علي بن أبي طالب: ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب في ستر رقيق. ويتلو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما أخذ عن الصحابة فحسن متقدم. ومن المبرزين في التابعين الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة. وقرأ مجاهد على ابن عباس رضي الله عنهما قراءة تفهم ووقوف عند كل آية، ويتلوهم عكرمة والضحاك بن مزاحم. وإن كان لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما أخذ عن ابن جبير. وأما السدي رحمه الله فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي صالح لأنه كان يراهما مقصرين في النظر، ثم حمل تفسير كتاب الله تعالى عدول عن خلف، وألف الناس فيه كعبد الرزاق والفضل والمفضل وعلي بن أبي طلحة والبخاري وغيرهم. ثم إن محمد بن جرير الطبري رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسير وقرب البعيد وشفى في الإسناد. ومن المبرزين في المتأخرين أبو إسحاق الزجاج وأبو علي الفارسي، فإن كلاهما منخول. وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثير ما استدرك الناس عليهما وعلى سننهما مكي بن أبي طالب وأبو العباس المهدوي متقن التأليف، وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله ونظر وجوههم. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونسأله أن يمن علينا بفهم كتابه والعمل به وتعليمه والدعوة إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا في قراءة مقدمة تفسير المحرر الوجيز للعلامة بن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى. وتقدم معنا مباحث تتعلق بفضل كتاب الله جل وعلا وفضل قراءته وكيفية عمل السلف مع هذا الكتاب. ونأخذ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل فصلين، أحدهما في فضل تفسير القرآن، والثاني في شيء من أحكام التفسير والكلام عن أشهر المفسرين. قال المؤلف رحمه الله: باب في فضل تفسير القرآن. القرآن كلام رب العزة والجلال، والناس يحتاجون إلى معرفة معاني هذا الكتاب، فكم من لفظة تخفى على الناس معانيها، ولو عرفوا معنى من معاني الآية فقد يخفى عليهم معان أخر. وكم من إنسان ظن أن الكتاب يدل على معنى فإذا به يدل على معنى آخر. وكم من آية ظن بقاؤها على عمومها وقد جاء ما يخصصها
أو ظن بقاؤها على إطلاقها فجاء ما يقيدها. والمتأمل في أحوال كثير من الناس يجد أنهم إنما وقعوا في الضلال والخطأ بسبب تنزيلهم آيات الكتاب على خلاف مراد الله عز وجل، بل كم من دم سفك وأموال سلبت وأعراض انتهكت وحقوق أخذت بسبب تنزيل كتاب الله وآياته على غير مراد الله جل وعلا. ومن أمثلة هذا أننا نجد أن أصحاب العقائد المنحرفة سواء من الوعيدية أو المرجئة يستدلون بآيات من الكتاب على عقائدهم، ويكونون لم ينزلوها على مراد الله جل وعلا منها، وحينئذ يقعون في خطأ كثير. ومن أمثلة ذلك الآية التي تلوناها في درسنا السابق في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، حيث قال بعض المرجئة: هذا فيه دليل على أن أهل الإيمان يتساوون في درجاتهم، وأن العبد لا يضره مع الإيمان ذنب، وأن إيمان الواحد منهم كإيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر. وهذا خطأ، فإن الله جل وعلا لم يجعلهم على مرتبة واحدة، بل فرق بين الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، مما يدل على أنهم ليسوا على درجة واحدة. وهكذا نجد أن الوعيدية استدلوا بالنصوص الواردة في قتال المشركين والكفار فنزلوها على العصاة من المؤمنين، وحكموا بكفرهم بناء على فهم خاطئ لهم في بعض آيات القرآن وردت في التغليظ على بعض الكبائر، كما في قوله تعالى بعد أن أورد آيات الربا: والله لا يحب كل كفار أثيم. ونحو ذلك. وأهل الإيمان والتوحيد والسنة جمعوا بين النصوص وألفوا بعضها مع بعضها الآخر، وحينئذ عرفوا مراد الله جل وعلا بهذه الآيات فنزلوها على وفق شرع رب العزة والجلال. وأما الكلام على لغة القرآن، فالقرآن نزل بلغة العرب، اللغة الفصيحة، وأكثر القرآن على لغة قريش، وإن كان قد يرد في بعض مواطنه شيء من لغات العرب الأخرى التي درجت عند غيرهم من قبائل العرب. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: عن القرآن بلسان عربي مبين. وهكذا من أراد أن يفهم القرآن فلا بد أن يكون محيطا بلغة العرب، بحيث يعرف معاني الألفاظ ويعرف النحو ليميز بين الفاعل والمفعول، ويميز بين ما هو من صلب الكلام وما هو وما يتعلق به الحكم الذي ورد في النص القرآني. وكذلك لا بد أن يعرف صيغ العموم وصيغ الإطلاق، ويعرف كيفية تخصيص العمومات، وهكذا يعرف أنواع المنطوق وأنواع المفهوم لينزل كلام الله على مراده سبحانه وتعالى. وأورد المؤلف في هذا الفصل عددا من الأخبار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل الحديث لا يثبتونها ولا يرون صحة إسنادها للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولم يسق لها إسنادا، ولكن لها شواهد ولها ما يدل على صحة معناها وإن لم يصح إسنادها. ومن ذلك ما ذكره عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي علم القرآن أفضل؟ فإن القرآن مشتمل على علوم متعددة، ففيه من علوم وأخبار من مضى، وفيه أيضا الأحكام الفقهية، وفيه القصص والمواعظ، وفيه أخبار ما سيأتي وأخبار يوم المعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عربيته، أي معرفة معانيه من خلال لغة العرب. قال: فالتمسوها في الشعر، أي تعلموا معاني الألفاظ على مقتضى لغة العرب من خلال ما تكلموا به في أحاديثهم، ومن ذلك ما تكلموا به في الشعر. ولذلك نجد أن كثيرا من المفسرين يشيرون إلى المعاني اللغوية للألفاظ القرآنية بذكر بعض الشواهد الشعرية التي تدل على المقصود والمعنى المراد من ذلك اللفظ. وقال أيضا: أعربوا القرآن، أي تكلموا به وانطقوا به واقرأوه على وفق لغة العرب، وكذلك قد يراد به تفهموا معانيه بمعرفة الدلالات اللغوية للألفاظ. قال: والتمسوا غرائبه، فإن القرآن قد اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يجعل فيه ألفاظاً تكون غريبة على على بعض الناس، وإن لم يخفى معاني أي لفظ من ألفاظ القرآن على جميع الناس، ولذلك رغب في أن يلتمس معاني غريب القرآن. قال: فإن الله يحب أن يعرب، أي أن تعرف معانيه بمعرفة لغة العرب. وفي هذا دلالة على أن الله عز وجل يحب، وأن المحبة من أفعاله سبحانه وتعالى، والمحبة قد تكون للأفعال وقد تكون للأشخاص، كما في قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وكما قال تعالى: والله يحب المتقين ويحب المحسنين، ونحو ذلك من آيات القرآن. ثم قال القاضي رحمه الله: إعراب القرآن أصل في الشريعة، والمراد بذلك إرجاعه إلى معانيه اللغوية والنطق به على مقتضى طريقة العرب في نطق ألفاظها، فإن هذا أصل في الشريعة، لأن القرآن كما تقدم نزل بلغة العرب. قال: لأن بذلك، أي بإعراب القرآن، تقوم معانيه وتعرف أحكامه التي هي الشرع وهي دين الله جل وعلا. ثم أورد عن أبي العالية، وهو من مشاهير المفسرين من التابعين ومن علماء الشريعة في ذلك الزمان، في تفسير قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: المراد بالحكمة الفهم في القرآن. الحكمة في أصل لغة العرب يراد بها إنزال الأمور منازلها ووضع الأشياء فيما يناسبها، ومن ذلك ما يتعلق بفهم دلالات ألفاظ القرآن. فإن من الحكمة أن تجعل اللفظ القرآني دالاً على المعاني التي جاءت بها أو قصدت في الشريعة. وقال تعالى: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء من عباده ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وقال قتادة بن دعامة، وهو من
كبار مفسري التابعين، وقد توفي في سنة 150، قال: الحكمة هي القرآن والفقه فيه. وقال غيره: الحكمة تفسير القرآن. ولهذا ورد تسمية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الحكمة، كما في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإن المراد بلفظ الحكمة هنا السنة، وذلك لأن السنة تفسر القرآن وتوضح المراد بألفاظه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم نقل المؤلف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، فأثنى علي رضي الله عنه عليه ووصفه بالعلم، فقال رجل لعلي رضي الله عنه: جعلت فداك، أي جعلني الله عز وجل أقيك كل سوء يحتمل وصوله إليك. تصف جابرا بالعلم وأنت أنت، أي أن مكانة الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عالية في العلم، ولذلك ولاه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء في عهده مع أنه لم يبلغ السن الذي يكون في مجاراة كبار الصحابة. فكأنه قال له: تصف جابرا بالعلم وأنت أنت، أي ومنزلتك في العلم ما قد علمنا. فقال علي رضي الله عنه: إنه كان يعرف تفسير قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي كأنه يقول بأنني عرفت معنى هذه الآية منه مع خفاء معنى هذه الآية على كثير من الناس. قال: إن الذي فرض عليك القرآن، أي أوجب عليك القرآن وأنزله إليك وجعله حتما في حقك، لرادك إلى معاد. قيل بأن المراد يردك إلى مكة بعد أن أخرجت منها، وقيل بأن المراد به يردك إلى يوم القيامة، اليوم الذي تعاد فيه الأرواح إلى الأبدان. وقال الشعبي عامر بن شراحيل، وهو من علماء التابعين، قال: رحل مسروق بن الأجدع، أيضا من علماء التابعين، وكان من تلاميذ عبد الله بن مسعود، قال: رحل مسروق إلى البصرة، كان مسروق يسكن في الكوفة، فرحل إلى البصرة من أجل أن يعرف معنى آية في تفسير آية، فقيل له، أي قيل لمسروق في البصرة لما وصل إلى البصرة: إن الذي يفسرها، أي إن الذي يعلم تفسير هذه الآية، رحل إلى الشام. فتجهز مسروق ورحل إلى ذلك الرجل حتى علم تفسير هذه الآية، فانظر إلى مقدار ومنزلة تفسير كتاب رب العزة والجلال عند سلف الأمة رحمهم الله تعالى. وقال إياس بن معاوية، ويلاحظ في هذا أيضا أنه قد حرص على أن يأخذ العلم من أهله، ولم يأخذ التفسير من أي أحد، وإنما أخذه من الثقة الذي يعلم بأنه ممن حمل تفسير كتاب الله جل وعلا. وقال إياس ابن معاوية، وهو من التابعين أو تابع التابعين، وقد اشتهر بالقضاء والذكاء، قال: مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون تفسيره
كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. هذا تمثيل من أجل تقريب هذه المسألة إلى الأذهان، وتعريف بفضل تفسير كلام رب العزة والجلال. فقال: مثل الذين يقرؤون القرآن، أي يعرفون حروفه ويتمكنون من تلاوته، لكنهم لا يعرفون تفسيره ولا يدرون ما المقصود من ألفاظه، كمثل قوم جاءهم كتاب، أي رسالة، من ملكهم ليلى. فهذا الخطاب والكتاب موجه إلى هؤلاء القوم وهم في الليل، وليس عندهم مصباح يتمكنون من رؤية هذا الكتاب، فقد يكون المراد به تخويفهم، أو المراد بهم إنزال عقوبة بهم، أو جاءه من جاءه يشي بهم ويتكلم فيهم ويقدح فيهم. فتداخلتهم روعة، أي أنهم خافوا وارتاعوا بسبب هذا الكتاب، فقد يكون سبب عقوبة تنزل بهم من ذلك الملك، لا يدرون ما في الكتاب، ويمكن أن يكون فيه عقوبة شديدة أو فيه تكاليف عسيرة. وهكذا مثل من يقرأ القرآن ولا يعرف المعاني التي اشتمل عليها هذا القرآن. قال: ومثل الذي يعرف تفسير القرآن كمثل رجل جاءهم، أي أتى إلى أصحاب هذه القرية بمصباح فتمكنوا من قراءة ما في الكتاب وعرفوا ما فيه، فحينئذ ترتاح قلوبهم وتهدأ نفوسهم، لأنهم قد علموا ما في الكتاب الذي أرسله إليهم ملكهم. وقال ابن عباس الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الأمة في ذلك العصر، قال: الذي يقرأ يعني القرآن ويتمكن من تلاوته ولا يفسر، أي لا يعرف المعنى المقصود من الآيات القرآنية، كالأعرابي الذي يهذ الشعر، أي أنه يقرأه بدون أن يتفكر في المعاني التي اشتملت عليها الأبيات الشعرية. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله، أي أن أكثر الناس يحبهم الله أعلمهم بما أنزل، فإن العلماء لهم منزلة رفيعة، وقد رفع الله مكانتهم ومنزلتهم، وأساس العلم هو كتاب رب العزة والجلال، وكتاب الله جل وعلا لا يكون له المنزل، لا يكون للإنسان منزلة إلا بمعرفته ومعرفة ما اشتمل عليه المعاني. وقال الحسن البصري وهو من علماء التابعين توفي في سنة 110، قال: والله هذا قسم، ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم أو أحب أن يعلم في من أنزلت وما يعني بها. قل: والله يقسم، ما أنزل الله آية، أي من آيات القرآن، إلا وهو سبحانه وتعالى يحب أن يعلم الناس تلك الآية في من أنزلت، ما هو سبب نزولها، وما يعنى به وما يعني بها، أي ما هي المعاني والمقاصد التي قصدها رب العزة والجلال بتلك الآية. ثم نقل مرفوعا: لا يفقه الرجل، أي لا يفهم حكم الشريعة ولا يعرف مقاصدها ومراميها، كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها،
أي حتى يرى ذلك الرجل الفقيه أن للقرآن وجوها كثيرة. آيات القرآن تأتي في مرات ويقصد بها معاني متعددة، وهذا من بلاغة القرآن، فإن القرآن قد يأتي باللفظ الواحد وتشتمل آياته على وجوه كلها مقصودة للشارع. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى والله سميع عليم، فالمراد بهذه الآية في قوله سميع أنه يدرك المسموعات والأصوات، ويراد بها أيضا أنه كما في قوله تعالى والله يسمع تحاوركما، والمراد بها أيضا أنه يجيب دعوات الداعين كما قال تعالى واصفا نفسه لسميع الدعاء، ويراد بها أيضا أنه يحفظ أولياءه المؤمنين كما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وهكذا في قوله والله عليم حكيم، فالعليم يراد به أنه علم بما مضى ويعلم ما سيأتي ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه الأنواع الثلاثة من العلم كلها ثابتة لرب العزة والجلال. وهكذا في قوله حكيم فإنه يشتمل على الحكمة بوضع الأمور فيما يناسبها، ويشتمل على معنى الحكم والقوة، فالله جل وعلا لا راد لحكمه سبحانه وتعالى. وهكذا قد تشتمل الآية على معان متضادة وكل منها مقصود لله جل وعلا، كما في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقد قال بعضهم بأن المراد به الزوج، وقال آخرون الولي، وحملها بعضهم على المعنيين. ومثله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنها تشتمل على معنيين، أولهما أصحاب الولاية من الأمراء، وثانيهما أصحاب الفقه والاجتهاد من العلماء. بل قد تكون الآية تشتمل على معنيين متقابلين كما في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، تشتمل على معنيين، ترغبون في أن تنكحوهن وترغبون عن أن تنكحوهن، كما فسرت عائشة رضي الله عنها الآية بذلك فقالت نزلت الآية في الرجل يكون عنده اليتيمة يرغب فيها لمالها وجمالها فيتزوجها ولا يقسطها في مهرها، ونزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها لجمال ولا مال فيزوجها من غير كفئها، ففسرت الآية بالمعنيين المتقابلين. وهكذا نجد هذا في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، لفظ واحد يشتمل على معان متعددة، ومن ذلك ألفاظ العموم، فاللفظ العام يشمل جميع أفراده. وقال الحسن ابن الحسن ابن أبي الحسن البصري أهلكتهم العجمة، أي أن السبب الذي جعل الناس يهلكون وتنزل بهم المصائب أنهم ابتعدوا عن معاني القرآن بسبب أنهم حرصوا على تعلم اللغات والتكلم بها وتركوا اللغة العربية التي يفهم بها القرآن، فقال أهلكتهم العجمة، يقرأ أحدهم الآية فيعيا بوجوهها، أي لا يعرف المعاني التي اشتملت عليها هذه الآية،
حتى يفتري على الله فيها، أي يكذب على الله في تفسير معناها. فوجد عنده أمران، أولهما الجهل بمعاني كتاب الله لكونه لم يشتغل بلغة العرب، والثاني والجريمة الأخرى أن يفسر كلام الله بغير مراد الله لأنه لم يفهم لغة العرب التي نزل بها القرآن، وبالتالي فسر اللفظ بغير مدلوله. قال: وكان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقرآن ثم بالتفسير ثم بالحديث، فكانت هذه مجالس من سبقنا يبتدئونها بالعلم، فأولا يقرؤون القرآن ثم بعد ذلك يقرؤون شيئا من التفسير ويفسرون هذه الآيات التي قرئت، ثم بعد ذلك يسوقون عددا من الأحاديث النبوية الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي بالناس أن يشغلوا مجالسهم بقراءة آيات القرآن وبتفسير هذه الآيات. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما من شيء إلا وعلمه في القرآن، كما قال تعالى عن الكتاب: تبيان ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن قد اشتمل على جميع الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها الناس، وهكذا قد اشتمل على الأصول التي تفهم بها العلوم. قال: ولكن رأي الرجل يعجز عنه، أي أن مجرد ما لديك من معرفة ورأي لا تمكنك من تفسير كلام رب العزة والجلال، ولا تمكنك من استخراج جميع العلوم من هذا القرآن. ثم ذكر المؤلف بابا آخر فقال: باب ما قيل في الكلام في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين. كما تقدم معنا أن تفسير القرآن أمر مهم جدا، وفهمه يزيد إيمان الإنسان ويمكنه من العمل بأحكامه، ويجعله يقارن بين الآيات القرآنية الواردة في موضوع واحد. ومن هنا تميز أهل العلم بكونهم يشتغلون بتفسير القرآن تدارسا له وتدريسا. ولهذا بز ابن عباس أقرانه، فإن عمر رضي الله عنه كان له مجلس خاص بعلماء الشريعة، فكان ابن عباس يحضر معهم وهو لم يبلغ 20 من عمره، فكأن بعض الصحابة من هؤلاء العلماء تكلموا في ابن عباس وقالوا: لنا أبناء مثل ابن عباس، فلما لم يحضر أبناءنا مع أنه قد أحضر ابن عباس؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يظهر لهم فضل ابن عباس رضي الله عنهم، ويبين لهم ما السبب الذي جعله يطلب منه أن يحضر في مجلسه. فسأل من في المجلس عن تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعضهم قال: هذا إخبار بالفتح وأمر بالتسبيح مما هو ظاهر اللفظ، ولم يلتفتوا إلى المعاني التي من أجلها نزلت هذه الآيات. فلما سكتوا سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس عن هذه الآيات، فقال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخبره الله ببلوغه إياه، فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أعلم من هذه الآيات إلا كما ذكرت. فانظر كيف جعل المعيار في تفضيل هذا الصحابي كونه قد علم آيات القرآن وعرف المراد بتفسيرها. وهذا شاهده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ابن عباس، قد دعا لابن عباس فقال: اللهم علمه التأويل. والتأويل يراد به تفسير الكلام وتوضيح المراد منه. ثم فدل هذا على فضيلة التفسير وفضيلة المفسرين وعظم أجرهم ورفعة مكانتهم، وأنه ينبغي بالإنسان أن يستشير في أموره من كان عالماً بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا القرآن هو رأس الحكمة وهو أعلى درجات العلم، وهو الذي يستنبط منه ما يكون معياراً لحياة الإنسان، يقوده إلى ما فيه خيره وصلاح أحواله دنيا وآخرة. قال المؤلف: باب ما قيل في الكلام في تفسير القرآن، أي ما هو المنهج في هذا، وما هي الطريقة في تفسير هذا الكتاب، وكيف يفسر هذا الكتاب. وكذلك ذكر شيئا من أحكام جرأة غير المختصين في تفسير القرآن عليه، ثم ذكر شيئا من مراتب المفسرين أي درجاتهم. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كلام الله إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل. ففي هذا دلالة على أنه لا يحسن بالإنسان أن يفسر القرآن وهو غير عالم بطرائق تفسير القرآن، أو غير عالم بالمعاني المقصود من ذلك اللفظ. وكان الصحابة يعنون بتفسير القرآن ويبذلون فيه الأوقات الكثيرة، كما ورد عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله أنه قال: كان من يقرئنا من الصحابة رضوان الله عليهم إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوهن حتى يعلموا ما فيهن من العمل، فتعلموا العلم والعمل. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ظل سنين عديدة يتدارس في سورة البقرة من أجل أن يعرف ألفاظها ويحفظها، ومن أجل أن يتعلم معانيها وما اشتملت عليه من الأحكام. والأصل في تفسير كلام رب العزة والجلال أن يفسر بآيات القرآن، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. ولذلك قيل في قوله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، أي أن بعضه يفسر ويفصل بعضه الآخر. وفي قوله تعالى: كتابا متشابها مثانيا، أي يصدق بعضه بعضا ويثنى فيه مرة بعد أخرى. وهكذا مما يعلم به تفسير كلام الله عز وجل معرفة الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن. ومثال تفسير القرآن بالقرآن في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإنها فسرت بالآيات التي بعدها بأنها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وبأنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وبأنها لا ذلول تثير الأرض ولا مسلمة ولا
مسلمة تسقي الحرث لا شية فيها. فحينئذ هذه الآية فسرت الآية الأخرى ووضحت المراد منها. وأما أمثلة تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكما في قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا تفسير لهذه الآيات. ونماذج تفسير الكتاب للكتاب وتفسير السنة للكتاب كثيرة متعددة. وهكذا مما يفسر به الكتاب أن يفسر بإجماع الصحابة أو من بعدهم. وقد قيل في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أن الصحابة أجمعوا على أن المراد بها القراءة في الصلاة. وهكذا من طرائق تفسير القرآن أن يفسر بقول الواحد من الصحابة الذي لم يوجد له مخالف منهم. وتفاسير الصحابة في ذلك كثيرة متعددة. ومن ما يفسر به القرآن اللغة العربية، فإن القرآن نزل بلغة العرب كما تقدم. وأورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد، أي آيات قليلة من أجل أن تفهم عنه وتبقى معانيها في صدور من يستمع إليه. وكان يقتصر على ما علمه إياه جبريل من تفسير آيات القرآن. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شأنه في القرآن أن يتوقف في معاني عدد من الآيات فلا يفسرها ولا يذكر الحكم فيها حتى ينزل إليه الوحي فيعرفه بمعاني آيات الله. وانظر مثلا في قول الله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فإن كلمة غير أولي الضرر لم تنزل أول ما نزلت الآية، فجاء ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فانتظر صلى الله عليه وسلم ولم يبادر له بتفسير الآية حتى نزل في هذه الآية غير أولي الضرر. ومن أمثلة ويلاحظ هنا أن الرجل مع فضله ومكانته قد يخفى عليه شيء من معاني كلام رب العزة والجلال. ومن أمثلة هذا ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وهكذا ورد عن ابن عباس أنه قال: ما عرفت معنى قوله تعالى: الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض، إلا بعد أن استمعت إلى أعرابيين اختصما في بئر، فقال أحدهما للآخر: أبي هو فطرها، أي ابتدأ حفرها قبل غيره وابتدأ إنشاء هذه البئر. وهذا لا يغض من مكانة كتاب الله جل وعلا، بل يكون من الأسباب الداعية لأن يطلب الإنسان معاني الآيات القرآنية وأن يبذل الجهد فيها، أن يبذل الجهد فيها. قال: ما كان رسول الله يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد علمهن إياهن جبريل. قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا الحديث
في مغيبات القرآن وتفسير مجمله ونحوهما. ما في القرآن مما يحتاج إلى التفسير على أنواع: قسم استأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه أحد من الخلق، ومن أمثلة ذلك كيفيات الصفات، فإن أصل الصفة معلوم بلغة العرب، ولكن ما هي الكيفية التي تكون عليها صفات رب العزة والجلال؟ هذا يجهله الناس. والنوع الثاني من أنواع ما في كتاب الله جل وعلا ما يعلمه العلماء وما يعرفه العلماء، والثالث ما يعرفه العرب من لغتهم، والرابع ما يعرفه عموم الناس. فقال أبو محمد: معنى هذا الحديث في مغيبات القرآن، أي في المعاني التي غيبها الله عز وجل عن الناس فلم يجعلها ظاهرة في كتاب الله عز وجل. وهكذا أيضا تفسير مجمله، والمراد بالمجمل ما لا يتضح المراد منه. قال: مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى، فإن بعض الآيات لا يمكن أن نعرفها إلا بوحي من عند رب العزة والجلال. قال: ومن جملة مغيباته، أي علومه التي غيبها الله عن الناس، ما لم يعلم الله به، ومثل لذلك بوقت قيام الساعة ونحوه، فإن الله قد استأثر بذلك، كما في قوله إن الساعة آتية، كما في قوله تعالى: إن الساعة لآتية أكاد أخفيها. ومنها ما يستقرأ من ألفاظه، أي ما يمكن أن يعرف المراد منه والمعنى المقصود به من استقراء الألفاظ بتتبع الآيات التي وردت في ذلك. ومن أمثلة هذا عدد النفخات في الصور، فإنه قد ذكر في آيات متعددة، ونفخ في الصور فتبين لنا أن بعض هذه الآيات يكون عند موت الناس، والنفخة الأخرى تكون عند بعثهم من قبورهم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأحكام الفقهية، قد يكون الحكم مقسما على محال متعددة، فلا يمكن أن يعرف المراد منه إلا باستقراء هذه الآيات والألفاظ الواردة في ذلك. وكرتبة خلق السماوات والأرض، أي أيهما خلق أولا، فإن الآيات التي وردت في ذلك لابد من استقرائها من أجل معرفة هذا المعنى. ثم أراد المؤلف أن يحذر من تفسير القرآن لمن لا يعرف طريقة تفسير القرآن، فإن تفسير القرآن ليس بأمر اعتباطي، وإنما يبنى على قواعد وأصول واضحة، ويبنى على معاني الألفاظ، المعاني العربية للألفاظ الواردة في النصوص. ولذلك من لم يعرف قواعد الاستنباط كألفاظ العموم وكطرائق وأنواع المنطوق والمفهوم، فهذا لا يجوز له أن يفسر القرآن، لأنه ليس أهلا لذلك. ومثله من لا يعرف معاني الألفاظ العربية، لا يجوز له أن يفسر القرآن، وهؤلاء إنما يفسرون بآراء مجردة، والقرآن لا يجوز تفسيره إلا بأصول يستند إليها. ولذا ورد: من تكلم في القرآن برأيه، أي من فسر القرآن برأي مجرد بدون أن يكون مستندا إلى أصل من أصول التفسير، فحينئذ يعد مخطئا،
لأنه قد تكلم على الله بلا علم، ولو وافق قوله المعنى الذي أراده الله عز وجل، لأنه قد تجاوز الحد المشروع في حقه، فإنه يعد مخطئا لأنه سلك طريقا وهو غير مؤهل لذلك الطريق. قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا، يعني هذا الحديث، أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسور عليه برأيه، أي يقفز ويعلو السور، سور القرآن وسور فهم معاني القرآن، برأي مجرد من رأسه لا يستند فيه إلى أصل من الأصول المتقدمة، وبدون أن ينظر في أقوال العلماء في تفسير تلك الآية وفيما يكون على وفق قواعد الفهم والاستنباط مما اقتضته قوانين العلوم من علوم النحو والأصول. وحينئذ قد يفسر الإنسان بما يختص به لكن لا يتجاوز موطن اختصاصه، ولهذا ليس يدخل، قال المؤلف: لا يدخل في هذا الحديث من النهي عن الكلام في تفسير القرآن بالرأي أن يفسر اللغويون ألفاظ القرآن بلغة العرب، وأن يفسر النحاة ما فيه من النحو فإنهم قد بنوه على أصول مقررة عندهم، وهكذا ليس مما ورد في الحديث تفسير الفقهاء لمعاني كتاب رب العزة والجلال، وإنما هؤلاء يعملون بالقواعد الواردة عندهم في تفسير آيات الكتاب، فيكونون حينئذ لم يقولوا برأي مجرد، وإنما قالوا باجتهاد مبني على قوانين العلم والنظر، وبالتالي لا يكون هذا ممن قال في القرآن برأي مجرد. وقال المؤلف: وكان جلة أو جلة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن، أي يهولون أمره ويشددون فيه ويتوقفون عنه ورعا، فلا يفسرونه تورعا أي خوفا من أن يدخلوا فيما ليس لهم، واحتياطا لأنفسهم، مع كونهم من العلماء الذين عندهم علم عظيم وقد أدركوا وتقدموا. وكان جلة من السلف كثير عددهم يفسرونه. إذن عندنا منهجان: منهم من اجتنب تفسير القرآن من أجل ألا يلحقه شيء من المأثم، بينما أكثر السلف يفسرون القرآن وهم أبقوا على المسلمين في ذلك، أي لا زال تفسيرهم باقيا عند المسلمين في هذا الباب. ثم أورد المؤلف شيئا من طبقات المفسرين، طبقات المفسرين، فالطبقة الأولى طبقة الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه قد أثر عنهم تفسير آيات عديدة من كتاب رب العزة والجلال. فقال: فأما صدر المفسرين، أي مقدمهم والمؤيد فيهم، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد ورد عنه رضي الله عنه أنه خطب في الناس فقال: لم يختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس إلا فهما يؤتاه الرجل في القرآن، ويتلوه عبد الله بن عباس، فإنه قد كان ترجمان القرآن واشتهر بتفسير كتاب رب العزة والجلال، وابن عباس تأخر زمانه
ولذلك أثر عنه في التفسير شيء كثير. ثم ابن عباس اشتغل بالعلم وتدريسه ولم يشتغل بغيره، بخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد اشتغل بالأمور العامة في أمر ولايته. ولذا قال وهو، يعني أن ابن عباس تجرد للأمر، أي لم يشتغل بشيء آخر، إنما اشتغل بالعلم وبتفسير الكتاب، وكمله، أي كمل التفسير وتتبعه، أي بحث عن معاني الآيات القرآنية في لغة العرب وفي الألفاظ التي يتكلم بها أفراد الناس. قال وتبعه العلماء عليه، يعني أن من بعد ابن عباس قد سار على طريقته، فكان هذا من أسباب كثرة نقل التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن أمثلة العلماء الذين تبعوا ابن عباس ونقلوا كثيرا من تفسيره مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهما، فهؤلاء من علماء التابعين حرصوا على نقل تفسير ابن عباس. قال والمحفوظ عنه، يعني عن ابن عباس في ذلك، يعني في تفسير القرآن، أكثر من المحفوظ عن علي رضي الله عنه، لما تقدم تأخر عهد ابن عباس وعدم اشتغاله بغير العلم. وقال ابن عباس ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي رضي الله عنه. وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس، كيف لا وهو صحابي جليل، ويحض على الأخذ عنه، أي يرغب في أن يؤخذ التفسير منه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن أي الذي يوضح معاني والمقصود به. قال وابن عباس هو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، أي يا الله علمه المعاني الدقيقة في دين الله عز وجل. قال وحسبك بهذه الدعوة، أن يكفيك هذه الدعوة، فإنها إذا استجيبت كفأت بإذن الله عز وجل. ومما ورد في فضل ابن عباس ما أثنى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال إن ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر دقيق. ثم أورد المؤلف طبقات التفسير من غير هؤلاء المشهورين، فقال ويتلوه، يعني يتلوه علي وابن عباس، عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو ممن أكثر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل عنه تفسيرا كثيرا، وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، فهؤلاء من كتاب الوحي. وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه قد كان يكتب الوحي فيكتب بجواره شيئا من تفسير آيات القرآن. وكل ما أخذ عن الصحابة فحسن ومتقدم، أي أن كل ما أثره الناس ونقلوه عن الصحابة في باب تفسير القرآن فإننا نقبله ونعرف حسنه. ومن المبرزين، أي الظاهرين في التابعين، الحسن بن أبي الحسن، وهو المتوفى سنة 110، ومجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وعلقمة. وهكذا ورد بعدهم فضائل في طبقات التفسير، فقال قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية،
وهذا يدلك على فضل ابن عباس وحرص أهل الزمان الأول على الاستفادة من علمه. قال: ويتلوه من يتلو هذه الدرجة والطبقة عكرمة والضحاك بن مزاحم، وإن كان لم يلق ابن عباس رضي الله عنهم، لأنه قال: وإنما أخذ عن ابن جبير، فابن جبير سعيد بن جبير هو الذي نقل إلى عكرمة هذا التفسير. وعكرمة هو مولى ابن عباس، وعاش مع ابن عباس، وحضر كثيرا من الوقائع معه، ولهذا فإن عكرمة يظهر أنه قد أخذ شيئا كثيرا من ابن عباس في تفسير كلام رب العزة والجلال. قال: وأما السدي، والمراد به السدي الكبير رحمه الله، فكان عامر الشعب يطعن عليه، أي يتكلم فيه وفي روايته، وعلى أبي صالح. والسبب في هذا أنه كان يراهما، أي أن الشافعي يرى ابن كان يراهما، أي يرى أن السدي وعلي بن أبي صالح مقصرين في النظر، وبالتالي يثبتون معالي قبل أن يتموا النظر فيها. قال المؤلف: ثم حمل تفسير كتاب الله تعالى عدول كل خلف، أي انتدبوا إلى فهم القرآن والمعرفة المعاني التي اشتمل عليها، فحمل تفسير كتاب الله عدول كل خلف، أي أفضل من جاء في كل زمان هم الذين يشتغلون بتفسير القرآن. ثم بعد ذلك، وبعد التناقل الشفوي لتفسير القرآن، وجدت المؤلفات، وإلا لطال الإسناد فيها. ومن أمثلة ذلك ما كتبه عبد الرزاق في هذا الباب، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهكذا ما كتبه المفضل الضبي، وهكذا ما كتبه علي بن أبي طالحة والإمام البخاري محمد بن إسماعيل، فإنه قد جمع شيئا كثيرا من آثارهم. وهؤلاء وتفاسير هؤلاء تفاسير جيدة، ولكن لم تستوعب الآيات القرآنية من جهة، وهكذا أيضا اعتمدوا على قدرة القارئ على فهم ما يريدونه. قال: وألف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل وعلي بن أبي طالب والبخاري وغيرهم. ويلاحظ أيضا أن ما كتبه هؤلاء في التفسير ليس أمرا مستقلا، ليس شيئا مستقلا، وإنما كتبوه تبعا لما يكتبونه من إملاءات. قال المؤلف: ثم إن محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رضي الله عنه ورحمه جمع على الناس أشتات التفسير، كانت أشتات التفسير وتفاسير الصحابة متفرقة بين هؤلاء، فجمع ابن جرير على الناس أشتات التفسير، أي ما تفرق من التفسير، وقرب البعيد، وشفى في الإسناد، أي عني ابن جرير بذكر أسانيد أقوال الصحابة والتابعين، ومن المبرزين أي الظاهرين من المتأخرين أبو إسحاق الزجاجي أو الزجاج، وهو وإن كان من علماء النحو إلا أنه أثر عنه شيء في تفسير القرآن، وكذلك أبو علي الفارسي، وهذا أيضا من علماء اللغة، من علماء اللغة، وقد عنوا بتفسير الكتاب. قال: وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فهؤلاء تأخر زمانهم وألفوا كتابين في التفسير، لكن المؤلف لا يرتضي ما ورد في هذين الكتابين، لأنه قد فاتهم شيء كثير من التفسير،
مما جعل بعض الناس يستدرك الأمر عليهما. وهكذا قال: فكثيراً ما استدرك الناس عليهما وعلى سننهما، أي على الطريقة التي تماثل طريقة هؤلاء الصحابة، سار مكي بن أبي طالب وأبو العباس المهدوي، وألف في ذلك تآليف التفسير، متقن التأليف، وكلهم مجتهد مأجور، لأنه لا يخلو بين أن يكون مصيبا فيكون له أجران، وبين أن يكون مخطئا فيكون له أجر واحد. ولذا قال: وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله ونظر وجوههم. وبهذا نعرف شيئا من الأسباب التي أوجدت جرأة على تفسير التفسير. وتقدم معنا أنه إنما يؤخذ العلم من أهله، ولا يجوز أن يستند في علم شرعي إلى من ليس من أهل ذلك الفن. وبالتالي نكون قد أنهينا ما يتعلق بهذين المبحثين في تفسير كلام رب العزة والجلال، ولعلنا أن نترك إنزال القرآن على 7 أحرف في يوم آخر. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين.